شعرية بين أختي شعرة أهل البيت وأهل البيت دولة الكويت نادى السيد يوسف الرفاعي مجدي خاشقجي من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. أي والله بحر البسيط، وهذيل كلهم شباب وبسيط وحلوين بسيطين عند قبر أبوها السيد يوسف هاشم السيد أحمد رفاعي زين أبو شيخ الطريقة رفع صفية. أنا راح أختار لكم. بدأ الخاشقجي يقول حق الندى: يا أحرف النور طوفي الكون واستبقي ليشرق الكون بالأطياف والألقي. فردت عليه الندى: خليكم معاي وقروا الباقي يا أحرف النور يا ريحة العبقي، يا أحرف نزلت في الغارب العلقي. رد عليها الخاشقجي قالها: يا أحرف النور يا فيضا من العبقي، ويا عبيرا سرى في نفحة النسقي. سبحان الله، كلام كبير. تقول الندى ردت عليه بعدين قالت له: يا أحرف النور أنت الشمس في الأفق، متى تلونك زالت وحشة القلق. رد الخاشقي على مجدي من السعودية المدينة المنورة مستر محمد وعلى آله وصحبه وذاته وصفات جميع أنبياء كما صلت عليه الملائكة. الخاشقجي هم سادة بعد حسنيين أو حسينيين. قال لها: يا أحرف النور يا فيضا من الألق، فلتسعفيني إذا قصرت في من زهقي. ردت عليه الندى سيد هاشم السيد أحمد الرفاعي: يا أحرف النور صنت النور من حيث سرى في غفة الليل أو في صحوة العلق. رد الخاشقجي: يا أحرف النور يا عطرا لمنتشق من بعد طه ورب الكون لم أطق. ردت عليه الرفاعية الندى: يا أحرف النور يا ترتيلة سكنت طي الفؤاد ومانت جوهر الحدق. رد الخاشقجي: يا أحرف النور أنت الأمن يشملنا، أنت الأمن يشملنا، وعند نورك ما خوفي وما فرقي. شوف منو ختمها، الخاشقجي ولا الرفاعي؟ ختمتها الرفاعي. يا أحرف النور قد جاء البشير بها كالكوثر العذب ورقاقا على الورق، أنت الدليل الذي في الآخرين غدا، لا يحرم النور والأفضال غير شقي، في كل حرف من البرهان مكرمة عشر من الأجر والإحسان والعبقي. فها هنا بذكر كتاب الله تذكرة، وجاء الحبيب نفسه محمد صلى الله عليه وسلم بها في ليلة السبق، صلى الإله عليه في الورى أبدا ما حاط بالبيت أفواج كما الحلق حلقي. وهاي الصلوات ندى السيد 2007. وشكرا يا ندى.